خبرني شو الوضع؟ أخذت الملف من القصر لحدلي. المدعي حط براسه يقضي عليكم حضرة المستشار. هذا الشيء مو شغل المدعي لحاله، بس الشخص يلي جهز وسلم هالملف للمدعي هو يلي بده يتخلص منا كلنا. ايه بس مو معقول اللي قام بكل هالعمليات يكون من الفريق السياسي. مو من الفريق السياسي وبس، الفرق السياسية اللي موجودة جوات البلد هذا شغلها سالم. الجلاديو الأخضر؟ هلأ أنت جهز لي جلسة خاصة ما يزعجنا فيها حدا أنا والمدعي، لنشوف وقتها شو اللون يلي حابب يتلون فيه. الأمر لكم. كل واحد فات وطلع بالعملية، كل اللي اشتغل وعم يشتغل هلأ بالمشفى، ولا تنسى المرضى. بدي نستجوب الكل جوركان. تجاوزت خطر كبير ورجعت من الموت، أعصابك منهارة. خلينا نشتغل شغلنا. رح أعرف اللي عمل هالعملة لو ضل يوم بعمري، ورح حاسبه على الشيء اللي عمله. كمال بيك انقتل بشكل مقصود. أنا خايف هالشي يضعف هيبة الدولة. جوركان، أصحك أنه تعتبر هذا الشي قرار استراتيجي مفهوم. بعرف أنه اعتبار الدولة رح يتضرر، هالشي ممكن، بس إذا ما حسبنا اللي كان السبب بقتل كمال ما رح نقدر نطلع بوش حدا، ما عاد نقدر نخلي أي حدا يصدقنا. صدقني رح نحاسب المجرم، بس أكيد مو قدام الرأي العام. على كل حال، كل شيء رح يظهر بشكل واضح بالتقرير الشرعي للسيد الوزير، بس إذا حكيتوا لي هلأ يمكن أنا أقدر ساعدكم. شو بتقصد بالشي اللي قلته حضرتك؟ واحد من بيناتكم بقصد أو بدون قصد ما عمل الشي اللي عليه. سيدي المستشار، أنا متفهم موقفك، بس أنت تعديت الحدود. إمكانيات الدولة بإيدك، إذا بتظنوا أنه نحن قصرنا بشغلنا فيكن تفتحوا تحقيق رسمي بالحادثة. وهذا الشي اللي رح نساوي، والحقيقة رح تظهر. جاهز؟ خلينا نرجع فورا. وجع لي راسي هالمكان. وصلت اوامر جديدة. لسه ما رجعنا من العملية، عن اي اوامر عم تحكي انت؟ لسه ما بعرف، بس لسه عم يستنونا. مين؟ عم يستنونا باسطنبول. بدي امروا على الابيو قالوا وصلوا الاماني. يلا. أمي، إيدك احترقت وأنا كمان إيدي احترقت، بس ليش لساعتها معلمة على إيدك وعلى إيدي لا؟ لأنه أنا عملت شي ما لازم أعمله، لهيك ضل أثر الحرق على إيدي لحتى أتذكر دائما. شو عملتي؟ صدقت حدا. هو اللي حرقك؟ أنتي قوليله لبابا، وبابا بيروح بيضربه. هالشي قبل ما أعرف أبوكي.
شايف حالتنا؟ انت وانا ما بنقدر نستمر. اساسا المؤسسه عم تتهاجم ولازم نحل الموضوع براتها. عم فكر بنفس الموضوع. نحن لازم نشكل فريق ارتباط ممتاز، بس متأكد رح يتدخل بالقضية. نحن لازم نشتغل بسرعة. اللي عم تفكر فيه كرئيس للفريق، بس أخوه محمد رؤوف كمان ما بيخبي شي عنه أبدا، ما بظن يمشي الحال. بالصفحة الأخيرة الملف النفسي. إذا الدولة كانت الموضوع ما رح يعترف على أخوه، وما عاد يعترف علينا. إذا الدولة كانت الموضوع فبلاها أحسن. في براسك شخص تاني؟ تيجي ولا بطلة؟ حارسي الشخصي، هذا الشخص مميز كتير، بس ما بيقدروا يشتغلوا مع بعض، واحد بالحربية وواحد بالأمن. ليش نحن طلبنا شغلة سهلة شي يوم؟ ايه الحق معك. خير إن شاء الله فرحات؟ يعني قلت لحالك بما أنه جوركان ما أجا ما بترك المدعي؟ موت السيد الوزير واغتيال المستشار كان شيء مو منيح بنوب، وإذا حاولنا ناخد جوركان هلأ رح يعلنوا علينا حرب نفسية ويتهمونا أنه نحن عم نعرقل كشف عملية الاغتيال. هذا الوقت لنضغط عليه، لأنه اغتيال الوزير والمستشار صاروا سوا، فالمخابرات يجوا الموضوع أو نايمة. إذا حاسبنا جوركان على كل هذا فالرأي العام للناس رح يكون معنا على الأكيد. فرحات حكيني بكل وضوح، إذا أنت ما عندك جرأة تلقي القبض على رئيس المخابرات لا تخاف، أنا بحل هذا الموضوع بمعرفتي. سيدي أنا فهمانك مزبوط، أنت كافحت كتير، بس عم ينذكر أسماء مدعين غيرك كتير بهالفترة وعم يصيروا أسطورة. سيدي بس بدي أقول لك شيء إذا بتسمح، يلي اسمه الشهرة بالون كبير بيحتاج لنفس طويل، وإذا كان هذا النفس مو قوي بيدوم لوقت قصير. فرحات ما تنسى قدام مين قاعد هلأ. هي يعني قصدك تقول إني ما فيني ألقي القبض لا على الرئيس ولا حتى على البواب تبعه؟ أنا بظن ضروري يكون في بياناتنا استراتيجية مدروسة. الاستراتيجية هون فرحت، أنا قدرت جيب طلب إحضار قصري من قبل القاضي. يعني بدك تقول إنه نفسك كتير قوي؟ لنشوف هالشي ونتأكد. تقدر تقبض على رئيس المخابرات؟ يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، هو موجود عن جد كتير حلو.
شكرا لك يا فوز بيك، بس لسه ناقصنا كتير لنخلص. انتو ما بتخجلوا تاخدوا تقدير ما بتستاهلوا؟ لا القصة مو هيك، هذا شي تاني خال. انا كان بدي اقلك بس فازوا ما قبل. عباس بلا هالحكي هلا. تجي لورجيك؟ تحرك بلا لعب. تفضل الثاني. حلو حلو كتير، كل شي رح يكتمل، بس يعني شوي شوي. شو يا شباب، شو عملتوا بالسيارات المستعملة بالاغتيال؟ خبيتهم بفيلا بمنطقة بيكوز. شو بدك احرقهم؟ لا طبعا، اوعك تحرقهم، رح يلزمونا. ليش؟ عنا سيارات كتير غيره. لأمتى رح يضل مخك سميك؟ معقول؟ بعتذر يا خال. ماشي، هلا عطي العنوان لعباس وخليه ياخذهم على الحدود. هنيك اخر عملية وبعدين بنقلوهم على سوريا. ايه بس لسه في مسألة شيتين يا خال. شو عباس؟ والله صاير بالفترة الأخيرة عم تفكر بكل الأمور. ما رح لف ودور عليك، بس شيتين ما برتاح له. لا ترتاح له، وين المشكلة؟ طيب شو بتريد نعمل بهذا الموظف اللي بيشتغل بالمخبر؟ اعملوا اللي بقلكن عليه لمرة واحدة، اهتموا بشغلكن. فكروا شوي، بتعرفوا شو لازم يصير. خلص الاجتماع، خلوا الخال لوحده هلا. طلعوا يلا. أمر عيونك خال. بأمرك. يعطيكم العافية يا شباب. الله يعافيك. جسد؟ أنا ما قلت لك ما بدي أشوفك باسطنبول مرة تانية؟ إيه، وأنا ما قلت لك لعاد تنتظرني مثل الغبي كل ما رجعت على اسطنبول؟ آه؟ ما قلت لك؟ شو ها؟ كأنك نحفان كتير؟ لا، بس الكنزة شوي عريضة علي. آه، ورجيني؟ إيه بلا غلاظة طلع بالسيارة، ضايقني كتير هالمكان. تشتغل بالجو بيضايقك المطار؟ آه؟ أنا ما عندي مشكلة بالمطارات التانية، بس المصيبة بهذا المطار. ايه يلا يلا، حاجة تكر وتخترع حجج على الفاضي. يلا اللي بتعرف تسوق ولا سوق عنا؟ شو؟ فوت تكين، أنا استدعيتك. شباب إذا بتسمحوا طيب لنا هلأ. يعطيك العافية. تفضل سيدي. شكرا. الحمد لله على سلامتك. شكرا حضرة المدير. تكين، أنا استدعيتك لأنه صاير موضوع مزعج شوي. انفتح تحقيق بحقك. كيف؟ وتوقفت عن العمل لفترة. أنت ورا هي القصة؟ شو قصدك؟ كنت عقبة بطريقكم، لهيك عم بتوقفني عن شغلي مو؟ انتبه منيح شو عم تقول. انت مستوعب مع مين عم تحكي؟ حدا من هون رتب كل القصة وبدكم تتخلصوا مني مشان تكفوا شغلتكم الناقصة. مصبوط؟ انت طلعت من اشتباك مشان هيك هالتصرف هاد، لأنك مصدوم. اعتبر شو ما بدك، رح احكي مع سيد المستشار وبدي افتحكم كلكم. يكين لا تعمل شغلات تافهة وتجيب لحالك مشاكل. تعرف مين اللي أمر بتوقيفك عن العمل؟ أوكتام بيك هو اللي أصدر هذا القرار. تفضل بابا. شكراً يا بنتي. صحتين وهنا.
أجوز أهلين. أهلا وسهلا، فوت. شكرا بيريهان، كيفك؟ كيف بدي كون؟ ما في داعي. بابا جوا؟ ايه جوا. أجوز ابني أهلين. كيفك بابا؟ كيف صحتك؟ أنا منيح، اشتقنا لك كتير. تفضل عود، عود يا ابني. أخي شو حابب تشرب؟ والله بصراحة كتير مشتاق لقهوتك. قهوة بعد إذنك. تكرم، أحلى فنجان قهوة. واضح من وشك إنك جايب خبر منيح. إيه جايب خبر منيح بابا. جايب لك معي أمانتك. صار فيني سلمك ياها بدون ما أحني رأسي. شو عمى؟ ما شفتك والله. وقفوا شوي، تعالوا لعندي لهون، وقفوا قدامي. شو في عمو؟ شو عمو؟ مين فاز؟ أنا، أنا أنا. اللي خسروا يرجعوا، رجعوا لورا. رح يعطينا ميدالية عمو. يلا روح، وأنت كمان، روح. ما شاء الله عم عرفان، صحتك تحسنت كتير. أنا رح أفتح. أهلين عمو. أخ، مو كان لازم تسألي بالأول مين على الباب قبل ما تفتحي يا أميرتنا الحلوة؟ مين انت؟ رح نتعرف على بعض. انا أوغوز، جيت لشوف ماما وبابا. مين هو ابوك؟ انت ابوك بيكون جدو عمران؟ مظبوط. امي أوغوز يا روح قلبي، اشتقت لك يا عمري. انت ابني حبيبي، تقبرني. امي إجا ابنه لجد عمران هلا. إمتى إجيت؟ ليش ما خبرتنا ابني؟ تقبرني. إجيت من شوي يا روحي. أهلا بابا. وسهلا. منيح اللي اجيت أوغوز، اشتقت لك.
وسهلا. أهلين فيكي. كيفك؟ منيحة. وأنت؟ كبرانة كتير؟ ايه كبرت. نحن لازم نروح، شيتين عم ينتظرنا. تعالي حبيبتي. مع السلامة. باي باي عمو. الله معك زينب. شكراً لأنك اهتميتي بأبي. رجعت توقف ورا العرباية؟ رح حطه بقلب العجين بالسيران أيام العيد لنشوف مين المحظوظ اللي رح ينكسر سنه. بس هذا بيسمم الناس. أولو بطلي، أنت تسممت؟ قدرت أنه تترك؟ ما قدرت. إيه صح، أنا زلمة حاطط قواعد لحالي وعم حاول أني طبقها. كان عندي مبادئ، كان عندي قوة وتصميم ومجموعة تقول وقف للغلطان. بس انت قلت لي اترك الفساد بالشارع هلا وروح كون أسد بالدولة. قلت لك ليش في عنا دولة كرمال نمنع الظلم فيها؟ قلت شو ممكن نعمل من دون أولو باتلي؟ بدل ما يقولوا لأولو باتلي يطلعوا وحط العلم بالبرج فوق، قالوا له روح خيط بدلة عرس. انت بيلبق لك الابره مو العلام. مين اللي قال لك هيك؟ اليوم طردوني من الوظيفه، شو فيك تعمل؟ ودخلك انت شو متوقع؟ انا ندمان اني فوتت واحد مجنون مثلك على الدوله. لو فيهم زرة عقل ما بيخلوك دقيقه واحده فيها. ايه والله برافو عليهم. واضح انه الدوله بلشت تتعافى. خون مو دسم مثل رز الدولة، وما بتلاقي مثل هالحمصات. حمص الدولة مدود. خود ابني هاد لبن بخيار. الله الله خليني اياك. صحة وهنا، صحة وهنا. شو يا ولد؟ طلع بعيوني لأشوف، أرجيني وشك. ليش؟ انت نحفان كتير كأنه. لا لا أمي، لا لا لا، أمك بتعرف أكتر منك. أصحك تخبي علي. شو رأيك أكلك كمان؟ بالأول خلص الأكل اللي قدامك. عمو وينه؟ عمي. يا أزعر اشتقت لك كتير يا ولد. ما جبت لي معك شي؟ شو بدك يعني جيب لك؟
بعد هيك اشتقت له كتير لعمي. طول بالك وانا كمان مشتاق لك. ليك شلون صاير رجال كبير وشقي. كيفك يا ازعر؟ الله يرضى عليك. مرحبا مرت عمو. اهلين. اهلا وسهلا. كبران ما فكرنا رح يعقل بس يكبر، بس طلع مثل عمو، كل ماله عم يجن اكثر هالشقي. اهلا. طولت الغيبه، اشتقنا لك. كيفك؟ اهلا وسهلا. كيفك مرت أخي؟ تمام الحمد لله. لك اشتقنا لك كتير. قدي مدة إجازتك؟ أنا مو مطول بابا. لا لكن حط ببالك قبل أسبوع ما رح أتركك. شو بدي أعمل أمي؟ عندي شغل، عندي شغل. بعرف أنه عندك شغل بس عيلتك محتاجتك. شفتي أمي؟ ما قلت لك لا تخلي ابنك هادي يفوت بالسياسة؟ كنت عارفان رح يصير هيك. شو طمني أخي، إن شاء الله كبرانين عضلاتك. لا هدول مثلك ما بيكبروا أبدا. منشوف منشوف. تعال نطلع. استناني أنت وياه. ماشي عود هون. يلا يا ولد. تعال تعال. انت ما رح تبطل حركاتك هذول؟ ماشي اخي لا تبلش، هلأ امي وابي رح يرجعوا ينزعجوا. طيب خير، شو صاير معك؟ رجع كل شيء تخربط من جديد، شو عم يصير؟ في حدا عم يحاول يصفي المجموعة من ورا الكواليس. مين هو؟ وانا كيف بدي اعرف مين؟ ممكن عصابة سياسية قديمة او جديدة، وممكن الجلاديو الاخضر او الالمان او الامريكان، والله ما بعرف. الحادثة صارت امبارح وانت بدك تقرير مو؟ اخي نعم. مو هيك، انا ما بدي تقرير، انا عم اسأل عن الشيء اللي عم يفكر فيه محمد وسيد رهاف بخصوص هالقصة. وفوق هاد كله بترجع بتقلي انه مؤسسات الدولة عم تتقاتل مع بعضها، شو هالحكي اخي؟ اقوز انا جوات هاي الدولة من 30 سنة وما شفت بيناتهم غير القتال. يا الله. ماشي أخي ماشي. تعا وين رايح لك أزعر؟ هذا الزلمة عم يطلع مصاري ويصرفها، يعني بده يعطيني ولا لا؟ من الآخر عم قلك أنا مستعجل كتير، خلصونا بقى. شو هالعالم هاي أخي؟ شبك في شي؟ ما في شي. بلا في شي أنت معصب. التهي بشغلك، ما في شي. فيني أعرف إمتى بتخلصي؟ تقريباً خلصت، ليك جاهزة. حبي طالعة حلوة؟ يا روحي كتير حلوة، بتطيري العقل. يلا استعجلي شوي بدنا نمشي، المصور هلأ عم يستنانا. مثل ما شفته بالمجلة، والطرحة رح تكون طويلة. حلو كتير حبيبتي، لو سمحتي ضبي لنا إياه. قديش بيطلع علي يا أخي؟ 3000. شو قلتي؟ بس الفستان ما بيستاهل هيك مبلغ. حبي شو عم تقول؟ أساساً كتير رخيص هيك، الفستان عجبني وكتير حلو. إذا أنت اللي حتدفعي طيب مو مشكلة، بس طبعاً أنا ما رح أدفع هيك مبلغ على هيك فستان. مو كنا متفقين نقي الفستان تبع 2000؟ نهاد خلص فضحتني. سكوت. ليش فضحتك؟ لا تفهميني غلط، بس أنا ابن السوق وبعرف قديش راس مالها هي القطعة. فهماني عليك، بس لو ما كانت رفيقتي من أيام المدرسة ما كنت قبلت بهيك سعر. أها مخور في رفيقتك يعني. نهاد خلصنا بقى مشان الله سكوت. اسمع أخي لا تزعل البنت، تفعل اللي بتقدر عليه هلأ وحسابك واصل. عفوا منك، بس أنا ماني محتاج صدقة من حدا وما عاد بدي أشتري. طيب خلص هاد هدية مني. أخي إذا بتريد استناني برا. عن جد شو هالحكي هاد؟ بعدين ليش لا يطلع لبرا ولا يكون بده يضربني مثلا؟ منيح اللي عرفت. Thank you.
سلم هديات يا أخي تيكين، والله بيستاهل. وبلا ما تتجوز رفيقتك هالبخيل، خليها ببيتها بيكون أحسن له. حاج تحكي وقومي اعملي لنا فنجان قهوة. لا تواخذيني، ما قدرت أتحكم بحالي. شو عم بيصير معك؟ خبرني. استبعدوني. كيف يعني؟ معقول يصير هيك شيء؟ ليك بعرف رح تزعل من الشيء اللي بدي أقوله، بس كتير منيح اللي صار هيك. ما بيكفي عمرك اللي راح بهالشغلة؟ ما بتنحسب هيك، في شيء ورا هالقصة. أخي بدي إياك توعدني ما توريت حالك بقصة جديدة، خلص ما عاد تفكر بهالموضوع. ماشي ماشي، يلا وعدني. تمام. سيدتي كين؟ ايه. في شكوى ضدك ولازم تقدم إفادتك. القصة مو محرزه، نحن بنرجع بنتفاهم مع الشاب، ما تكبروا الموضوع. لو سمحت، إذا ما اجيت رح توقع حالك بمشكلة. رح شوف الموضوع بسرعة وارجع. انتو مين؟ مين اللي بعتكن مشان تلحقوني؟ نزل سلاحك. حضرة المستشار، شو هالمفاجأة الحلوة؟ إذا خلصت عرض عضلات تعال لنحكي. شو هاد كلياتهم بوكسين اللي ضربناهن؟ محتاجة كل هالضجة هاي؟ الشغلة اللي عملتها مانا شغلة بسيطة، لأنه هاي المشكلة متعلقة بأمن الدولة. الأسرة هي مجتمع مصغر. هاي الأسرة رح تتشتت على بكير. أنا أخذت احتياطاتي مشان ما كبر الموضوع أبداً. كتير انبسطت من قرارك مشان موضوع الاغتيال، وانه اخذت الموضوع بجدية، ويلي قاموا بهالاغتيال من مخبري القوات الخاصة. نحن منعرف انه هنن قاتلين مستأجرين، كان موضوعهم بسيط. اساسا نحن اللي كنا ورا كل هاي الخطط، ومشان هيك خليتوني بعيد. ايه رئيس المخابرات اجى لعندي وقال بده يحكي معي بموضوع، ما بعرف شو لازم اعمل. بس انت تركت وراك اثر كبير، كلفتنا عمليه قبرص اكثر من مجموعه مشان تنظف وراك. وشو شغلكم؟ نحن منترك اثر ورانا وانتو بتنظفوه. كان لازم الزلمه اللي قتلته هنيك يضل عايش.
أنا أبداً ما بقدر أترك واحد ندل عايش. وكيف بتفرق بين الخاين والمخلص؟ فكر إنه المواضيع بتنحل بموتهم؟ لا، أنت ولا كل قوتك بتكفي لتوقف بوشهم. أنا ما بترك ملفي بأي مكان، بس على الأغلب رح وافق على عرض الشغل. هذا بيرجع لك. الموضوع عم نبني وحدات جديدة سرية وخاصة، وأنا حابب إنك تكون واحد منهم. ليك أنا جاهز من هلأ، بس كيف رح تقدروا تأمنوا سرية الوحدات؟ شو المؤسسات اللي رح تضمن هذا الموضوع؟ نحن ما منوثق ولا بمؤسسة، ما حدا بالدنيا رح يعرف بهالتشكيلات غيرنا. عم نعمل هيكلية جديدة رح تكون مستقبل الدولة. إذا قبلت بهي المهمة بقدر أقول لك شو هي مهمتك. حضرة المستشار، أوعك تحكي لي أبداً عن الدولة أو عن نظام المخابرات، لأنه الهيكلية تبعنا تحت تصرف القوى العالمية، وكل واحد بفكر يطلع برات هالقوة بينتهى. بس هالمرة نحن رح نترك الناتو. شو أنت عم تتمسخر علي يعني؟ وإذا حبينا نترك يا ترى رح يسمحوا لنا؟ إذا تحركت بشكل مستقل عن الناتو يعني أنت عم ترفض كل الاتفاقيات اللي بتخص المنطقة الشرقية. بس بعد اللي صار نحن لازم نقرر هذا الشيء، لأنه نحن كمان صرنا قوة ومنقرر يلي بدنا. أنتو كم شخص أو مجموعة مجهزين لهي المرحلة؟ ويا ترى هدول معهم المعدات والمعلومات لحتى يفوتوا هيك فوتة؟ أنا بعرف اثنين، ما بيكفي؟ كل شي ممكن. بس إذا كنت واحد من هدول الاثنين فلا تواخذني، ما بوثق فيك. أنا بعرف إنه اللي عشته بالماضي ما بيخليك توثق بحدا بلوك. نحنا عم نجهز بداية جديدة لهي الدولة. رح تعلنوا العصيان ورح تقطعوا علاقتكم بالدولة كليا. ما رح يكون لكم هوية رسمية ولا أي رابط بالدولة أو بمؤسساتها. رح تتصرفوا مثل مجموعة عم تتحرك لحالة ومن راسها، وبس تنكشفوا ما رح تحميكم الدولة، وآخر هذا الشغل رح تكونوا بالسجن. ورح تموتوا. أنا كلني لكم. اعتبر بلشنا. روح على بيتك وارتاح شوي وفكر منيح، فكر باللي قلته وبعدها منرجع ونجتمع. أنا بعد يومين بشوفك، لبين ما أكون فكرت شوي ومنرجع نحكي بهذا الموضوع، ولوقتها بشوف شو قررت. نهارك سعيد. الحمد لله على السلامة. إذا مشان إيدي فشكراً، وإذا عم بتقول هيك مشان السجن فمو محرزة. طيب شوفي، رسالتك ما عجبتني. أنا كتير بحاجتك أوكتان، لازم لاقي شخص. خاطرت كل هالمخاطرة وجيت والتقيت بشخص من المخابرات بعد اللي صار مبارح، فمعناته هذا الشخص مهم كتير. مو بس مهم بالنسبة لي، هو مهم لكل واحد عنده شرف بهي المؤسسة. لك هاد مو النقيب اللي تخانقت معه بديار بكر؟ فيكن تكونوا مخبرين لمين ما بدكن، بس جسسكم ما رح تطلع من هنا بالمعارف اللي بدي اياه. سيدي
ما خبينا شي عليك. أنا بعرف إنه أنتم مخبرين، وبس تطلعوا من هون المنظمة دغري رح تعرف إنكم طلعتوا. أخي يجوا مشان ياخدوهم. لسه ما خلصت شغلي. ما قالوا لك هدول إنهم بيشتغلوا معي مخبرين؟ ليش ما تركتهم؟ لأنه اليوم في اثنين ماتوا من عناصري، وما حدا رح يطلع من هاي الغرفة قبل ما أعرف مين اللي قتلون. بس ما حدا منهم له علاقة بالقصة. عم ترمي عدد كبير من الجنود على الموت. أنا بعرف شغلي. ما رح أقدر أتناقش معك. يلا يا شباب. شو رح تعمل بهذا الزلمة؟ ما رح أعمل شيء أوكتان. بدي أحكي أنا وياه. لا تكذب، أنا بعرفك منيح. محمد رؤوف بيكون أخوه لهالزلمة. أنا هلأ عرفت هالحيوان بمين شاد الظهر، بس صدقني مين بيكون أخوه أنا ما بيهمني. وين ممكن يكون؟ لا تتورط مع هالزلمة أوكتان. الزلمة اللي شفته بالاغتيال كان من جماعته، ولا بدك يانا نضل ساكتين عن الظلم؟ بعرف إنه هذا النقيب في إله أصدقاء بالمخابرات، إذا كان باسطنبول فأكيد رح يشوفهم. مين؟ طيفون جسد. تعرفه؟ في حدا ما بيعرف طيفون جسد؟ وين بيكون؟ أعطيني شوية وقت لأعرف لك وين هو. تمام، معك ساعة. الزلمة استخباراتي. معناتها معك نص الوقت. إذا حكيت لسه شي كلمة بيصيروا ربع ساعة. We'll be right back.